نفذ البنك المركزي المصري دورة تدريبية لكوادر البنك المركزي الجيبوتي حول أحدث نظم العمل المتبعة في عدد من المجالات ذات الأولوية للبنوك المركزية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم التعاون والتكامل المصري الأفريقي. تأتي استضافة الوفد الجيبوتي في إطار برنامج تدريبي متكامل لتنمية المهارات وتبادل الخبرات تم تنظيمه خلال الفترة من 28 حتى 30 من أكتوبر 2024، وذلك بمشاركة عدد من البنوك التجارية المصرية لإثراء التدريب بخبرات فعلية من واقع الممارسات العملية. وفي نفس الإطار قام البنك المركزي بإفادة 3 من ممثلي إلى جيبوتي لتدريب الكوادر الجيبوتية، كما نظم عدة دورات تدريبية افتراضية حول موضوعات إعادة هيكلة البنوك والحلول المصرفية وتطبيق المعايير الدولية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقعت وزارتا الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو وثيقة مشروع القطن المصري المرحلة الثانية، الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري. وعقب مراسم التوقيع أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير أن القطن المصري يقوم بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحقق قطاع المنسوجات تكاملا رأسيا بدءا من المواد الخام ووصولا إلى الملابس الجاهزة، مشيرا إلى أن توقيع المرحلة الثانية من المشروع تأتي استكمالا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى والتي امتدت من عام 2018 حتى عام 2021. أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب على الجهود والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية والخاصة بالسياسات والإجراءات النقدية والمالية والتجارية والصناعية، والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى السوق المصري. جاء ذلك في إطار زيارة وزير الاستثمار لتركيا، حيث التقى وزير الاستثمار عددا من المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي اتحادات الأعمال والشركات العاملة بقطاعات السيارات والأغذية والطاقة الجديدة وقطاعات التجزئة، حيث استعرض خلالها المقومات والفرص الاستثمارية في مصر. وقد وجه الوزير الدعوة إلى اتحاد مصنعي السيارات ومكوناتها واتحاد المقاولين التركي لزيارة مصر. وقد اتفق على ترتيب الزيارة اتفق على ترتيبها خلال الربع الأول من العام المقبل. ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج مع ترقب الأسواق للمؤشرات المبكرة على نتيجة الانتخابات الأمريكية، وارتفع مؤشر دبي 2%، كما صعد مؤشر أبو ظبي 6% في ختام التعاملات، وأنهى المؤشر القطري التعاملات على ارتفاع بنسبة 2%، بينما هبط المؤشر السعودي 2% عند الإغلاق.